تشي بس احضنه بس خدوه ما عندي مش بس مرة. هلا احلى شيء انه انا لبست ثياب ابني بعد 4 سنين ما لبسته ولا كنت ولا بطعمته. هلا قد ايه لك مش شايفتيه لأبني؟ 4 سنين بس يا ترى رح يعرفني؟ انا خيفان. في شيء؟ بس احضنه بس خدوه ما عندي مش بس مرة بس مرة بالحياة بس بدي اشوفه. طلبت نقلي من طرابلس من سجن بربر على طرابلس عطلي 2 3 شهور وفلت. قالوا لي انه خلصتي اخذوني على عبدة عدت يوم وطلعوني الأمعاء ما عرفت حالي وين بدي اروح. تعذب كثير معي نمنا تحت الجسر بهدلنا كثير انزليت انا وياه. إذا بيكون بده جوعان مش قادرة طعميه بده حفاضات مش قادرة أجيب له دواء ماني قادرة أجيب له. حفظه بكيس خبز شو بحفظه ما كنت عندي حق حفاضات. قد ايه كان عمره؟ ما عشان عمره سنة تقريبا. طيب كيف كان ياكل الصبي على الطريق؟ كيف كنتوا تاكلوا؟ بالنسبة لي نام ناكل. إذا بشوف ابني بيكون أحسن أحلى نهار بحياتي. أنا بحاجة أشوف ابني. هلا قد ايه لك مش شايفتيه لأبني؟ 4 سنين يا سامي. صعبة صعبة كل أم تقعد بلا ابنها. الرئيس لون شرطوني ساعي كان قاضي بأحداث بعبدة. أنا ما عندي مركز كان للولاد. بدق وبيقول لي يا أبونا دخيلك عندي ولد نايم بقصر العدل. عمره 2.5 سنين بعلاي. قلت له الرئيس انا مستعد اخده طالع جيبه وهيك خد تاكسي وطلعت جبته وفوته على مستشفى بلفيو. صار في 44 ولد اليوم من ورا لا بيت لا اهل لا اوراق لا اشي لا قضايا طب لا شيء. هلا احلى شيء انه انا لبس ثياب ابني لبسه ثياب بعد 4 سنين ماني ملبسته ولا كنت ولا بطعمته. انبسطت كثير انه جبت له العاب بس يا ترى رح يعرفني؟ ما بعرف ما عندي اساس بك شيء خايف انه متردد. صعب كثير انه يكون ما يعرفني يفكرني غريبه. انا ما بعرف اذا حشوفه اذا شفته حاعرف كيف كان وكيف صار يعني انا ما بعرف هلا قد كيف. أنا تركت الشيء وهلا عم بسمع عنه قصص كتير شيء قصص جديدة. أنا بتحدي كتير أنا مني بتحدي يعني.
ليش اشتقت لماما اسمك؟ جبت لك كادو؟ وينو؟ جبت لك كتير كتير كتير. بدي سيارة. جبت لك سيارة. ودم أمزاري وبيس. ما لقيت. جبت لك دبدوب و شو اسمه هذا؟ سوبرمان؟ شو ما بعرف شو اسمه. جبت لك واحد كبير. استقبلنا لمامي؟ ايه. قد ايه؟ قد ايه؟